سلام بوم 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 يا سلام ياي ارقصوا ارقصوا هاي احلى حفلة بالعالم شوفوا شوفوا رقصاتي شوفوا او ماي جاد ياي 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 واو يلا يلا يا اصدقاء ارقصوا يلا يلا هلا 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 ياي 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 شوفوا شوفوا رقصي شوفوا شوفوا الحلاوة شوفوا شوفوا الشقاوة انا رقصي افضل بوم 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 شوفوا الحركة مثل هيك تك تك بوم تك تك اح تك تك بوم 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 تك اح ياي والله حلو كتير رقصتك كركور بس انا احلى بكتير شوفوا عندي انا احلى القفزات ياي يلا 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 ايوه علي الموسيقى علي يا صديقي علي يلا يا صديقي اوه شو هذا الصوت يا سوسي شو هذا الصوت ولا يا احمد مش عارفه الواحد ما بيعرف ينام في منزلي يا احمد شوفي ما اعلى صوت الموسيقى تخيلي احنا بالطابق الثاني وسامعين كل هذا الازعاج يا احمد قوم كسر رسم تكسير يلا انا زهقت بصراحه ولازم اشوفهم هي وانا كمان لازم اشوفهم يا اطفال وطوا الصوت يا اطفال يي 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 بابا يلا انضم معنا بابا انضم مين والناس نايمين هي اسمعوني لا 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 هون وبس انا لازم اوقف هاي المهزلة سامعين انا بدي اسمعك الصوت اسمعوا سامعين هذا الصوت من وين هذا الصوت من منزل عائلة احمد البطل وانا لازم اروح اتقاتل مع احمد بصراحة ما في احترام للجيران هذول معلين الموسيقى اعلى صوت انا لازم اركب السيارة تبعتي واروح انا بدي اتقاتل مع هذا اللي اسمه احمد وبدي انا احكي له انت اسوأ جار بالعالم لانه اسمع الصوت مش طبيعي واصلني للمنزل تبعي وين انا اقتربت مثل هيك وين انا دخلت هون هاي يا جار يا جار يا احمد يا جار هيني قادم تعال انا عارف شو هذا اللي مسويه انت بالداخل مسوي حفلة شو نسيت انه عندك جيران نسيت انه في اشي اسمه احترام في هذا العالم هاي انت لازم تروح من هذه المنطقة هاي لا سامحني هاي منعتذر منك يا جار هدول هم الاطفال لازم تسكتوهم باسرع سرعة بصراحة انا انزعجت منكو خلاص احنا ما رح نرجع نعيده ابدا 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 واحنا بنعتذر منك يا جار ماشي خلص ما بدنا تعيدوها خلص ابشر ما رح نعيدها ابدا يلا خليني اسمع اذا في هون موسيقى ولا لا يلا بس بدي ادخل للداخل واسكر الموسيقى ايه يا اطفال سكروا الموسيقى خلينا اسمع ممتاز هاي الموسيقى راحت وخلينا انا اسوي زي هيك بدي ارجع بصراحة ونام الواحد بيوم الاجازة تبعته ما بيعرف ينام شو هذا الغباء شو هذا القرف دم شكشك بابا ليش انت طفيت الموسيقى والله يعني ليش يعني الان بدكوا تخربوا علي هاي الرقصة وانا اوقف والله حرام لا مش حرام لا يا بابا حرام يا بابا يعني مش شايف كمية الالعاب اللي واضعينه هون مليون لعبة يا بابا عشان نستمتع هوني هواتف هوني كاميرات هوني كرات هوني العاب هوني بلالين هوني مسابح هوني رمال هوني كل اشي يا بابا واخر اشي يا بابا بدك انت تسكر الموسيقى بابا انا بدي ارقص زعرور
تعال لعندي هون. نعم يا بابا. وقف على الزاوية. ليش ليش؟ وقف على الزاوية. طيب ماشي يا بابا. هذه الزاوية شمال بابا عصب لهذه الدرجة؟ انا والله مش عارف. هي زعرور، الان انت بدك تراقب وبدك تسكت وما تحكي ولا اي كلمة. ليش بابا؟ هس ولا كلمة. خليني ارجع عند كركور وعند دودو. هي انتو يا اطفال يا اطفال. نعم يا عمو احمد نعم. يلا انقلعوا من هذا المنزل بسرعة بسرعة. ممكن ايه؟ ليش 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 يا عمو احمد ليش انت صدمتني؟ يلا انقلعوا، ما بدي ارجع اشوفكم انتو هون ابدا ابدا ابدا. ايش ايش؟ حرام. والله حرام كتير كتير. هينا احنا رحنا والله حرام. يلا ممتاز، هاي دودو وهاي كركور راحوا من هذا المنزل. بصراحة بكرههم، وانا الان بتعرف شو بدي اطلع يا سوسي؟ شو بدك تطلع يا احمد؟ انا مش فاهم عليك. الان راح اتخلص من كل هاي الالعاب. هاي الان بدي اطلع انا هذا الفأس مثل ما انت شايفه. او ماي جاد جاد. نعم، وكمان هذه المطرقة. هيا بدي اكسر كل الالعاب. بابا شو بتحكي يا بابا؟ اصمت ولا كلمة. يلا يا سوسي خلينا نكسر هذا الالعاب. ليتس جو يا احمد. ايوه كسر. بوم بوم. هذول الالعاب ما بدي اياهم. ايوه كسر كسر يا احمد. برافو برافو برافو. مين والناس نايمين؟ والله حرام. يلا يا احمد كسر كل اشي، ما بدنا اي اشي هون. ايه بابا بابا توقف توقف. هي خلاص بابا خلاص. بتتدخل بابوك؟ بابا خلاص استوعب. هاي انا زعرور بكرهك وبكره اصدقائك. دودو هذا المتشرد رائحته كريهة، وكركور الاصلع المقزز. بابا شو 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 بتحكي؟ اصدقائي على فكرة كويسين، وكنا نلعب احنا بالايباد. انت صاير لسانك طويل، شو بدك تسوي يعني يا بابا؟ يي 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 شو بدك تسوي يا احمد؟ تعال هون. بابا نزلني نزلني. بدي احبسك بغرفتك. يلا. لا 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 والله اسف. اي ام سوري سوري بابا. اي ام سوري بابا. اي ام سوري. ايوه مثل هيك. يلا بابا. لا 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 لا. وبدي اسكر عليه. لا 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 يا بابا لا بترجاك. يلا الى اللقاء. لا. بابا سكر علي بالخشب. بابا افتح لي يا بابا افتح لي يا بابا. هينا احنا الان اغلقنا هذا الباب على زعرور. يلا يا احمد خلينا ننزل ونكسر كل الالعاب، لانهم كتير 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 مستفزيني. وانا كمان. يلا يا سوسي. هيا بني يا احمد. يلا يلا. لا بابا افتح لي يا بابا افتح لي. يلا يا سلام، هينا فجرنا تقريبا ثلاث ارباع الالعاب اللي موجودة هون. يلا بدنا نكمل بدنا نكمل يا احمد. بوم. يلا كملي كملي يا سوسي كملي. يلا يا احمد. هينا انا بدي اكسر، ما بدي انا العاب ابدا ابدا. يلا يا احمد خلاص كسر كسر. هيدا فجر انا هاي مثلك تماما. اوه يا سلام. انا الان بدي اجهز لك الغداء يا احمد، وجبة الغداء. ايوه ايوه جاهزي. وانا بدي اكسر هذول الالعاب وافجر البلالين، وكمان افجر الكرات. يلا يلا خليني. اوه احمد بدنا اغراض للمنزل، انا لازم اني اطبخ لك. اوه خلص طيب، انا الان بدي اطلع واجيب لك كم من شغلة عشان تسوينا طبخة لذيذة. نعم جيبنا من السوبر ماركت. نعم بس هيك
اوكي اذكريني كويس يا سوسي، انا بكره كركور ودودو وحتى زعرور كمان. هو بصراحة جد ما مستفزين وشاكسين، بس خلاص روح اجيب اللي اراد المنزل. يلا يلا هيني انا بدي اروح، هيا بنا. انا لازم اني اجيب الاشياء اللي سوسي بدايها، مستلزمات الطبخ. خليني اروح انا الان، هيا هيا بنا. واو زعرور مشون ولا كركور ولا حتى دودو وليلي كمان، الوضع اسطوري. يا سلام يا سلام لام. انا كركور وانا حزين كتير كتير لانه احمد البطل طردني من المنزل تبعه. انا بدي ارقص واستمتع والعب مع زعور، لكن عمو احمد طردني من المنزل. انا حزين، فانا لاني حزين بدي اروح على هذا المتجر وبدي اشتري شوكولاتة احمد البطل لانها رائعة، ودائما لما اكون انا حزين واكلها بيتعدى مزاجي. مرحبا يا عمو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، بدك شوكولاتة احمد البطل ولا شوكولاتات الثانية؟ انت بتقصد عن هذول الشوكولاتات اللي بتقصدهم الشوكولاتات الثانية؟ 100% شو بدك؟ طبعا شوكولاتة احمد او سوسي او زعرور لانهم لذيذات كتير كتير. نعم هذول الشوكولاتات لذيذات، واكثر من 20,000 لوح احنا بنبيع باليوم الواحد. يا نعم الكل يشتري من هاي الشوكولاتة، متوفرة الان في الاردن في جميع المحافظات، واللي بيسأل متى بدنا نوفر هذه الشوكولاتة في السعودية وفي العراق وفي فلسطين وسوريا ولبنان وكل الدول العربية، احنا بنقدر نحكي لكم الان انه مندور على افضل الوكالات. عشان ايش؟ عشان نوزع شوكولاتة احمد البطل. نعم احنا راح نوزعها على كل مكان لانها ألذ شوكولاتة بالعالم. نعم اكيد هذه الشوكولاتة ألذ شوكولاتة بالعالم. هاي احنا سوينا قناة جديدة اسمها احمد هيرو تشوكليت، شوكولاتة احمد البطل زي ما انت شايفين فوق. الان احنا اي واحد ببعث لنا الفيديو تبعه هو بياكل شوكولاتة احمد البطل بننزلها على هذا القناة، يعني راح تصيروا انتم مشهورين. الكل الان يشتري شوكولاتة احمد البلد بطل ألذ شوكولاتة بالعالم ويصور لنا ايش، ويصور لنا وهو بياكل. نعم ولازم تقيموا الشوكولاتة 100%. يلا الان بدي تضع لي امام عيوني شوكولاتة احمد السوسي وزعرور. يلا راح اضعها بعد 1 2 3 هيا. اوه شايفين ما احلى اشي بجنن كتير رائعة. يلا يلا وانت اين اكلتها؟ يلا انا لازم ان اروح، بدك اشي؟ الى اللقاء، تعال كل يوم تعال كل يوم. لا 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 ابتعد. اوه انت هو كركور. شو يا كركور لا ترجع على هذا المنزل ابدا ابدا ابدا. طيب اي منزل؟ منزلي. يعني انت عامل حالك مش عارف؟ يلا ما بدي اشوفك، بدي انا اشتري الان شوكولاتة احمد البطالة ألذ الشوكولاتة بالعالم. احنا كمان عنا متجر الكتروني رائع جدا جدا، هذا المتجر الكل لازم يزوره ويشوفه، ولازم تشتروه من متجر الكتروني شوكولاتة احمد البطل، وبتوصلكم مع الشوكولاتة هدية ثمينة واسطورية كثير كثير كثير، فالكل يطلب الان. اوه يلا يلا ولا كلمة ولا حرف، لازم انا الان اسرق هذه السيارة الثمينة. يلا خليني انا اسوي زيك. يلا مع السلامة. سنة تعال تعال ساعدوني، ولا يهمك يا عم احمد انا راح امسكه. روح روح يا كركور انقذني، تعال وين يا حرامي تعال. لا ما بدي اجي ما بدي، معي انا هذا السام، هيني بحاول ان اطلق عليه. توقف توقف يا شرير توقف. لا 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 طبعا ما بدي انا اتوقف ابدا ابدا. شوفوا
هيني بطلق على السيارة الأسهم، لازم إن أوقفه بأسرع سرعة. أنا لن أتوقف أبدا أبدا أبدا، أنا بدي أسرق هذه السيارة. هيني قاعد بطلق عليه الأسهم مثل ما أنت شايفين، بدي أعبي هذا المكان أسهم. لا 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 هي توقف، يلا شوف هاي الحركة الجريئة جدا جدا، يلا هي تعال تعال. لا 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 ابلع، خد لك يا شرير خد لك، وانا الان بدي اطلق عليك مثلك. برافو 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 يا كركور، والله العظيم ما عمري توقعت انك تقدر تساعدني بحياتك. لا ولا يهمك يا عمو، هذا واجبي. ليش ليش كده تسوي فيي ليش؟ ورجعت للسيارة تبعتي، هذا الحرامي ايوه انصاب وسيارتي عادت. نعم عادت عادت. تعال يا كركور. بدك تضربني؟ طبعا لا ما بدي اضربك، يعني ازيل هذول. طيب شو بدك تسوي اذا انت ما بدك تضربني؟ تعال تعال، انا اخطأت في حقك يا كركور. متأكد؟ يلا انا الان وصلت على هذا الحرامي. كله بسبب كركور، شكرا لك يا كركور البطل. العفو. يلا انا الان لازم نرجع. شو بدك يعني يا عمو؟ تعال اركب معاي. جد ما في كمين؟ اركب بقول لك. طيب طيب. واو اول مرة انا بركب بسيارتك يا عمو احمد. نعم نعم انا الان رح اوديك على المنزل. بدك تخطبني ولا تضربني ولا تعذبني؟ طبعا ما بدي اعذبك مجنون انت، انا بدي اكافئك يا كركور. شو بتحكي انت؟ انا ندمان كتير كتير والله كتير، انا ندمان. يلا عشان تعرف مرة اخرى انك انت تسرق سيارات ثمينة، سيارات فارهة، هذا هو العقاب تبعك يا حرامي يا شرير. انا الان بدي ابقى في هذا السجن الى متى؟ الى متى؟ الى الابد. لا 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 لا، يلا انا الان بدي اروح اكمل عملي. هيا هيا، والله كركور اسطورة مسك هذا الحرامي. يلا خليني اجلس انا على هذا الكرسي ولازم اني اشتغل. انا زعلان. انا الان تحت الغطاء مثل ما انت شايفين، وما بدي انا اشوف اي احد. واو هيني وصلت. ايه هاي بابا، والله بابا شو بده يسوي؟ شو قاعد بسوي هون؟ شو قاعد بسوي هون؟ يلا تعال تعال يا كركور. ليش جبتني هون يا يا عم احمد؟ تعال تعال، ليش انت خايف؟ اين انا اتيت لهذا المكان؟ هي هي يا احمد، ليش انت جبت هذا اللي اسمه كركور؟ ليش سوسي؟ انا جبت هذا اللي اسمه كركور عشان انقذ حياتي، وهو رح يكون ابني الجديد، وكمان زعرور ما بدي يكون ابني. جد انت بتحكي يا احمد ولا بتتهبل؟ نعم يا سوسي، كركور هو ابني الجديد لانه هو انقذ حياتي. جد انت بتحكي ولا بتتهبل وبتمسخر علي؟ مستحيل، معقول؟ نعم معقول. الان انا بدي اطلع الى الاعلى وبدي اطرد زعرور من هذا المنزل. انا بدي يكون ابني كركور وليس زعرور. شو هذا يا حلولة؟ ايه بابا، ليش انت عزلت الخشاب؟ ليش؟ عشان زعرور انا بدي اياك بشغلة. بايش؟ ارجع ارجع لورا شوي. ليش؟ زعرور اقفز من هذا المكان. من هذا؟ ها طيب يا بابا ليش؟ انا الان لازم اني انزل. كركور سكر الباب. يلا انا اسف.
هاي شو كركور سك بابا ايش زعرور كركور هو ابني الجديد نعم نعم ها مثل هيك لا هاي شو بتساوي انتو يا يا انا ابن عمو انا ابن عمو احمد احمد يا 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 ما عنا ابن اسمه زعرور ان عنا ابن اسمه كركور يا 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 وانا اكل وجبة الغداء يلا شو هذا والله العظيم ظلام مستحيل كركور يغدرني هاي الغدرة والله مستحيل انا بحكي لكم مستحيل شو هذا يلا يلا كلوا كلوا كل يا ابني كركور او ماي جاردنز هذه برجر نم 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 لذيذة نعم برجر لذيذة جدا جدا كل يا سلام معي انا بيتزا خم نم 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 لذيذة جدا جدا خصوصا عندي خطة وبعد قليل هذا ما حصل هسوس ولا كلمة هين انا متواجد في هذا المكان اعلى برج اسر بالعالم انا صممت الان بتعرفوا ليش انا صممت هذا البرج العالي عشان اراقب كركور لانه صديقي ما عمره بيغدرني وانا عمره هو بيخوني اكيد عنده خطة كركور 100% فانا الان بدي اراقبه من بعيد من بعيد هاي هاي يا بابا احمد يا بابا احمد انا شبعت وانا كمان شبعت بصراحة يا كركور يا عمو احمد يا اقصد يا بابا احمد ممكن انا وانت نطلع برا نلعب مع ماما سوسي اكيد شو بدك تلعب يا كركور انا بدي العب كرة القدم يلا طيب يلا خلينا احنا نطلع برا ونلعب كرة قدم يلا يلا هيني انا قادمة هيني انا جاهزة كل اشي وهيني انا اجيت يلا يلا بس شو هذا البرج العالي انسك انسك منه انسك يلا نلعب كرة قدم يلا 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 ايوه ايوه ممتاز ممتاز زعرور تعال يلا يلا ادخل 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 يلا 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 سكر سكر شو عشان تعرف مرة تانية تحب كركور اكثر مني هذا المنزل صار إلنا لا يا 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 يلا خلينا نتغدى الغداء المفضل لدينا مرحبا انا سعيد كتير كتير افتحوا لنا كلاب